إلينا من دير الزور محمد الخليفة مراسل شبكة شام الإخبارية. مساء الخير أولا، ولكن أسألك بداية حول هذا القصف ومحاولات قوات النظام السيطرة على حي الحويقة في دير الزور، وماذا عن الاشتباكات؟ كيف هو الوضع الآن؟ نعم، أولا مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني المعارك العنيفة تدور داخل أحياء مدينة دير الزور، وتحديدا في حي احياء الحويقه والرشديه والجبيله، حيث تحاول قوات النظام السوري التقدم واقتحام هذه الاحياء التي تقع اغلبيتها الكبرى تحت سيطره قوات المعارضه المسلحه. طبعا المعارك منذ ساعات الفجر الاولى تدور في حي الحويقه تحديدا، هذا الحي الذي تسيطر عليه كتاب المعارضه المسلحه، حيث تدور اعنف المعارك في الحي. تمكن الثوار خلال اليومين الماضيين من صد محاولات الاقتحام المتكررة من قبل قوات الأسد. أيضا قاموا باستهداف معاقل قوات النظام المتواجدة بالقرب من حي الحويقة بقذائف الهان والرشاشات الثقيلة، حققوا إصابات وهدف مباشرة. أيضا حي الرشدية، هذا أيضا تحاول قوات النظام يعني اقتحام هذا الحي الذي تسيطر عليه جبهة النصرة. تمكن الثوار خلال البارحة من تدمير دبابة في الحي، أيضا تمكنوا من قتل عدد من جنود الأسد عندما حاولوا يقتحمون هذا الحي. بالرغم من هذه الاشتباكات، قوات النظام تكثف قصفها على هذه الأحياء تحديدا، وتحاول أن تغطي للقوات المقتحمة. طبعا هذا القصف يعني يستهدف كافة أحياء مدينة دير الزور، من المدفعية المتمركزة على الجبل برادمات الصواريخ، قذائف الهاون وقذائف المدفعية. طبعا هذا القصف يسبب دمار كبير في البنية التحتية واحتراق العديد من المنازل، ناهيك عن سقوط عدد نعم من يعني الجرحى الآن أنت تقول والشهداء. محمد أن النظام يعتمد على القصف برجمات الصواريخ على عدد من أحياء دير الزور، فيما يتعلق بالمعارضة المسلحة كما تقول، كيف لها أن تقاوم أو كيف أنها ترد على هذه الصواريخ وعلى هذا القصف؟ عندي المعارضة مثل لا تمتلك هذه الأسلحة التي تمتلكها قوات النظام السوري، هي تقوم بالرد من خلال الأسلحة المتوفرة التي اغتنمتها من قوات الأسد خلال المعارك الماضية التي دارت بينها وبين قوات النظام السوري، يعني من خلال قذائف الهاون. هذه قذائف الهاون محلية الصنع، أسلحة محلية الصنع والسلاح الخفي، تقوم بالرد على هذا. يعني مثلا مدفعية الجبل، هذه المطلة على أحياء مدينة دير الزور، والتي من خلالها قوات النظام السوري تقوم بقصف أحياء المدينة، يقوم الثوار باستهدافها بصواريخ تم تصنيعها محليا. نعم. وأيضا من خلال قذائف هاون أيضا تم تصنيعها محليا. النقطة الهامة هي أن قوات النظام السوري اليوم تحاول استغلال المعارك الدائرة بريف دير الزور بين مقاتلي مجلس شورى المجاهدين الذي شكل منذ أيام، والذي ضم أغلب الفصائل المقاتلة في محافظة دير الزور ضد تنظيم الدولة الإسلامية. طبعا المعارك هي أيضا ما تزال تدور بريف دير الزور، وتحديدا في قرى ريف دير الزور الشرقي، حيث يحاول تنظيم الدولة الإسلامية التقدم أكثر باتجاه قرى ريف دير الزور الشرقي، ولكن مقاتلي مجلس شورى المجاهدين يتمكنون من صد نعم. هذه المحاولات أيضا المتكررة. طبعا هناك يعني خلال هذه المعارك تستخدم كافة الأسلحة الثقيلة بين الطرفين، أيضا سقوط عدد من القتلى بين صفوف الطرفين، كان آخرها منذ يومين مقتل 3 قيادين من تنظيم الدولة الإسلامية. نعم. طبعا تمكن مقاتلي الشورى من سحب الجثث والتعرف عليها. طيب. أيضا أكيد سنتابع معك محمد الخليف مراسل شبكة شام الإخبارية لاحقا التطورات في دير الزور، شكرا جزيلا لك.